بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم مجلس الرحمة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعله رحمة، وأن يجعله في ميزان حسناتنا يوم أن نلقاه، وأن يرزقنا الصدق والإخلاص والتوفيق والقبول والسداد والرشاد، إنه نعم المولى ونعم النصير. الحوار الحق، الجزء السادس، هذا هو عنوان حلقة اليوم. بنتكلم في ملفنا الحوار الحق، الرد العلمي على الافتراءات ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا، فريق العمل ككل. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذه اللقاءات في ميزان حسناتنا جميعا يوم أن نلقى الله، وأن يرزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد والرشاد يا رب العالمين. الحوار الحق النهاردة مشاهدينا الكرام، العنوان اللي هندخل فيه في سلسلة جديدة من الشبهات وبناء على طلب حضراتكم، التشكيك في مصدر الوحي. يبقى عنواننا الحوار الحق الجزء السادس، بين قوسين التشكيك في مصدر الوحي. مش عايز أكرر الكلام اللي أنا بقوله دايما في المقدمة على لماذا هذه الحلقات ومنهج الحلقات ولمن توجه هذه الحلقات، ثم نتحدث ونتكلم دائما عن ميثاق حلقات الرد العلمي على الافتراءات والشبهات. الصورة بقت واضحة للجميع، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص يا رب العالمين. ولكن في أمر مهم بنوضحه ونكرره ونؤكد عليه دائما في كل حلقة، بأن سبيلنا هو بيان الحقائق. نتكلم بهدوء، نتكلم بحب، نتكلم باحترام، نتكلم بأدب، نراعي أدب الخلاف وأدب الحوار مع من يختلف معنا. نقول لا نهاجم أحدا، لأن القرآن أوصانا بالآخر وجعله جزءا من نسيج أمتنا، له ما لنا من حقوق وعليه ما علينا من واجبات. أيضا نحن أيضا لا ندافع، لأن الإسلام دين الله ليست به سوءة يدافع عنها. منهجنا هو منهج القرآن الكريم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. أيضا التمسك بقيم التسامح والعدل والاحترام للآخر، لا نطعن في عقائد الآخرين، نلتزم بالحوار العقلي والفكري. الحلقة الماضية مشاهدينا الكرام تكلمنا عن الشبهة اللي أثروها، اللي هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، الزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات متأثرا بسم الشاه وأن هذا يتنافى مع عصمته. وتكلمنا وقلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم بشر ككل البشر، فلا عجب أن يتعرض لما يتعرض له البشر من آلام وأسقام وتعرض للموت، وهذا لا يعد نقيصة ولا عيبا ولا يتنافى بحال من الأحوال مع عصمته صلى الله عليه وسلم، المشار إليها في الآية التي استدل بها مثير هذه الشبهة، وهي قول الله تبارك وتعالى: والله يعصمك من الناس، لأن هذه العصمة هي عصمته في تبليغ رسالة ربه، وقد بلغها صلى الله عليه وسلم على أكمل وجه وأتمه، سواء توفي رسول الله متأثرا بسم الشاه أم غير متأثر به، فهذا لا يتنافى مع عصمة الله له. ولعل الله أراد أن يجمع له الشهادة بهذا، لأن أفضل الموت ما كان في سبيل الله. أيضا إن المتأمل في قصة الشاة المسمومة يجد فيها العديد من الدلائل على عصمة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس، ومن هذه الدلائل إخبار الزراع للنبي صلى الله عليه وسلم أنها مسمومة. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت، بل ظل حيا بعدها 3 سنوات دون أن يؤثر فيه السم. ثالثا شهادة المرأة اليهودية بنبوته إذ عصم من السم. ده خلاصة الكلام والرد على الشبهة في الحلقة الماضية. دايما اتعلمنا، وأنا أتعلم شخصيا، الأدب وكيفية الحوار وكيفية الرد بأدب وبحب واحترام،
من عالمنا الجليل فضيلة الأستاذ الشيخ الدكتور محمد داود، اللي بسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يبارك في علمه وفي عمره يا رب العالمين. أستاذنا الجليل، بنسعد بحضرتك دايما وبنتعلم من حضرتك، وربنا يبارك فيك يا رب، اللهم آمين. آمين يا رب، جزاك الله خيرا. ويعني أنا أريد أن أشكرك على ما قد تقدمت به في البداية، سواء من منهج هذه الحلقات أو على الملخص الجميل اللي أنا نفسي عايز أخده منك بعد الحلقة، لأنك الله أكبر يعني كنت موفقا فيه أن كل حلقة يكون لها هذا الملخص حتى يجمع ما تشتت في أذهان الناس، فجزاك الله خيرا. ربنا يبارك فيك يا أستاذنا، ربنا يسعد. بنؤكد ونكرر مرة أخرى، نعم، بأن هذه الحلقات حلقات متخصصة. نعم. من يريد التواصل معنا زي ما نوهنا في الحلقة الماضية، نعم، من يريد التواصل معنا لابد أن يدخل معنا في موضوعنا في الشبهات المثارة. وإحنا يعني الشيء الجميل أن النهاردة هنبدأ مع سلسلة شبهات في غاية الخطورة. نعم. في غاية الخطورة، وأنا بدعو الكل، الصغير والكبير، بدعو الرجال والنساء، بدعو الشباب والفتيات أنه يتابعنا ويسمع ويفهم، لأن الشبهات دي بتثار على كل المستويات، بعيدا زي ما بقول دايما في الوسائل الإعلام المقروء أو المسموع والمرئية، لا، ده بتثار في الشارع، بتثار وللأسف من كثير من المسلمين، عفوا، من المنتسبين إلى الإسلام. تعالوا نفهم وتعالوا نتعلم كيف نرد وكيف نعرف إسلامنا بأدب وبدون احترام. احنا هندخل النهاردة في سلسلة الشبهات، التشكيك في مصدر الوحي، شبهات حول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. بيقولوا شيخنا الجليل، أستاذنا الجليل الدكتور داود، الزعم أن الشيطان هو مصدر الوحي المحمدي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه، وصلى الله على ساداتنا الأنبياء جميعا، فقد أمرنا القرآن أن نجلهم وأن نوقرهم وأن نؤمن بهم. وهذا البيان إنما هو من جانب حبنا الذي أمرنا الله به للبشرية، أن نقدم لهم هذا التوضيح وهذا البيان وهذه الحقائق حتى لا يحرموا من هذا الخير. نعم. قبل أن ندخل في هذه الشبهة يا حبيبي يا أستاذ ملهم، نعم، في أساس مهم، نعم، هم ركزوا بشكل واضح قديما وحديثا على هذا الأصل المهم، الوحي. ومن أين جاء الوحي لسيدنا رسول الله؟ يعني قالوا إنما يعلمه بشر، وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، وقالوا إن هذا إلا إفك افتراه، يعني كلام كثير أثير نحو حول الوحي. هل هو رباني ولا هي مسألة بشرية ولا عقلية ولا إيه؟ المسألة دي الآن تصار عند الفلاسفة وفي المحافل العلمية المثقفين، نعم، والمثقفين تحت عنوان مصدر المعرفة. أي يا ترى مصدر المعرفة نعتمد عليه العقل وخلاص، وسيبنا من الدين أيا كان، لأن الدين ده بيعمل مشاكل وبيأخر الناس، وعلشان نطلع القمر وعلشان نغزو الفضاء وعلشان نواكب الحضارة العلمية، ده الكلام. أولا، أصل المعرفة في العلوم الكونية، العلوم التطبيقية، العلوم التجريبية، الفلك، الطب، النبات، الجيولوجيا، كل هذه العلوم مصدر المعرفة فيها لا اختلاف لنا مع أحد من البشر فيه، مصدرها التجربة. نعم. وتعود إلى التأمل العقلي وتعود إلى الاكتشاف. احنا عايزين نؤكد المسألة دي، مصدر المعرفة في العلوم الكونية التجريبية، إنما تعود إلى التجربة، تعود إلى العقل.
ولا خلافة ولا اختلاف بيننا وبين أحد من البشر، ولا بين فكر من الأفكار في هذا الجانب من العلوم. نعم. وكما كان يقول إمامنا وشيخنا فضيلة الشيخ الشعراوي، ما فيش كيمياء إنجليزي وكيمياء فرنساوي وكيمياء عربي، الكل في ذلك سواء. القرآن فقط يتحدث عن قيم في ذلك. يعني يقول إيه؟ والله الوسائل والآليات لا يتدخل فيها القرآن، يعني يكلمك عن قيمة العدل وقيمة الرحمة وقيمة الخير، لكن أنت تركب جملا أو تركب سيارة أو تركب طائرة أو تركب مكوك فضاء أو تركب صاروخا أو شيئا مما يستجد في قادم البحث العلمي والزمن، هو يتيح لك بلا حدود. نعم. هذه الوسائل والآليات. أمال فين المشكلة يا أستاذ ملهم؟ خلي بالكم يا أحباء، أمال فين المشكلة الخطيرة؟ هي منطقة الدين، منطقة الغيب، الجنة، النار، المقدس، الغيب المقدس الأعظم وهو الله سبحانه وتعالى، الملائكة، القبر، الأخلاق، لأن ميزان الأخلاق حتى الفلاسفة لم يتفقوا عليه. هذه الأمور هي دي نقطة الخلاف. هم قالوا العقل، فربنا بيقول لهم العقل يخطئ ويصيب. ويصيب كم سفينة فضاء تعرضت بسبب خطأ بسيط إلى كذا، أو العقل لم يأخذ في حسبانه كذا. كم عملية جراحية من أطباء كبار ومات المريض بين أيديهم. كم من علاج خاطئ تسبب في كذا، العقل يخطئ ويصيب. فهذه المسائل ليست تحت سيطرة العقل. يعني يا أستاذ ملهم، مش ممكن ندخل المعمل ونقول هنشوف، عايزين نعرف أحوال الجن في الصيف وفي الشتاء في الليل والنهار، هل ممكن ياخد الكاميرا وياخد المعمل والتحليل ويجيب الجن ويقعد يعمل لنا التجارب دي، ولا دي خارج الحدود؟ خارج الحدود بالنسبة لقوانين الدنيا، نواميس الدنيا تختلف، هذا عالم آخر له قوانينه. طيب بالنسبة الحياة البرزخية، ما بعد الموت؟ بالنسبة للملائكة، ممكن نقول أحوالهم في الليل وفي النهار، جن، ملائكة، الجنة، النار. انتوا ممكن تعملوا لنا بحث عملي تطبيقي من داخل المعمل عن الاختلاف بين طعم ثمار الجنة مثلا، عن درجات النار الموجودة في درجات الحرارة الموجودة في النار. كل هذا لا يقبل في البحث العلمي. لماذا؟ لأنه خارج حدود المشاهدات والسيطرة العقلية وخارج حدود العقل. فالقرآن تكفل بمصدره وجعل مصدره الوحي. جميل. لا نتكلم عليه. جميل. جعل مصدره إيه؟ الوحي. هم يقولوا لا العقل. نقول له طب العقل يعرف إيه؟ يعني يجيب ده منين؟ العقل ربنا ما كرم دين العقل مثل ما كرمه إيه؟ الإسلام. الإسلام. ده إحنا عندنا التكليف أساسه العقل. هل المجنون يكلف عندنا؟ لا. لا يكلف. والقرآن الخطاب العقلي فيه واسع جدا. أفلا يتدبرون، أفلا يعقلون، لأولي الألباب، إلى آخر هذا الخطاب القرآني الذي يكرم العقل ويجعل التخلف العلمي جريمة في حق المسلمين. لكن منطقة التي هي خارج حدود العقل لا يستطيعها العقل، منطقة الغيب، فدي قال تاخدوا معلوماتها الحقيقية من، حتى لا يتخبط العقل فيها، منين؟ من الوحي. دي المشكلة، ولذلك عايزين نفهم المسألة دي بتؤدة وتمهل وبحقائق وبدون الدخول بأرضية مبيتة. أخي في الإنسانية على الكوكب الأرضي كله، أيا كان دينك، أيا كان اعتقادك، أيا كان مذهبك، أرجو أن نتأمل. إذن مصدر المعرفة في العلوم الكونية لا اختلاف بيننا وبين أحد من البشر فيه. طب، هندسة، لا، المعمل والتجربة ده ما فيش خلاف. إنما الغيب، الدين،
ليس اختراعا عقليا، ليس اختراعا بشريا، ليست بدعة إنسانية، وإنما هو من الله، وحي قال الله وقال الرسول، هذا هو الدين. فلما يقولوا ما كانش ده وحي رباني يبقى ما فيش دين، ده أصل مهم جدا. صحيح. أصل مهم وخطير، ده بيطعنوا فيه. هو الدين وحي، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فبدأوا يقولون كلاما عجيبا جدا. أول حاجة، دي من الحاجات التي يبتسم لها الإنسان، قالوا الشيطان. شوف يا أخي العجائب، يعني الشيطان هو مصدر الوحي، يعني يقولوا له ده مش رباني خالص، وإنما المسألة دي جاية من الشيطان. احنا عايزين كمان نقول ان اللي بيثير الشبهة دي عدد غير قليل، واللي بيقتنع بها واللي بيعتقد بهذه الشبهة وما يثار فيها وما يثار حولها بالملايين. بالملايين. ده صحيح، وده بناخد التكرار والتردد من على الانترنت والمواقع الخاصة بالمسلمين وبغير المسلمين. اولا، الوحي ده قام به ملك ولا جن؟ نعم، ملك. والشيطان ايه؟ كان من الجن ففسق عن امر ربه. عن امر ربه. فاولا هم جابوا حاجه لا تتفق مع من جاء بالوحي. الذي جاء بالوحي ليس من الجن. نعم. عشان تقولوا اختلط عليكم الامر، وانما الذي جاء بالوحي ملك كريم من عند الله عز وجل، هو سيدنا جبريل عليه السلام. أيضا اشتمل القرآن على الخطاب العقل الذي يبين أن الله هو الذي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفند الشبهة دي. تعرف هو سلمان رشدي حكايته كلها جاية منين؟ جاية من الشبهة دي يا أستاذ ملا. جاية من هنا، مش هو اللي قال آيات شيطانية؟ شيطانية، واعتمد كل المسألة على آية في القرآن، وهي التي يقول ربنا سبحانه وتعالى فيها في سورة الحج، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. وقالوا أهو الشيطان ألقى فيه في أمنية رسول الله بعد بعض الآيات، يبقى القرآن ده يعني دخلوا حاجات من الشيطان. ده مش رباني، هو القرآن بيقوله. نقول له طيب احنا اتفقنا ان القرآن ده نزل بلسان عربي مبين، يعني حين نريد ان نفهم القرآن فهما صحيحا كما تقر قواعد اللغة العالمية، علم اللغة العام، ان اي نص لا بد وان يفهم في سياقه وبقواعده في اللغة التي قيل بها، طب نلجأ إلى اللغة. وأنا أبسط المسألة، والأستاذ ملهم يساعدنا في كده علشان نفهم إيه الحدوتة دي. ربنا يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان إيه في أمنياته. إلا إذا تمنى، أي نبي يتمنى لأمته ماذا؟ وإحنا ضربنا مثل قبل ذلك، قلنا الأم ماذا تتمنى لابنها؟ هل تتمنى له الرسوب، الفشل، المرض، أم تتمنى لابنها أن يكون أفضل الناس وأحسن الناس، نعم، خلقا ودينا ونجاحا وفلاحا، مش كده برضو؟ نعم. أي مدرس، أي معلم ماذا يتمنى لتلاميذه؟ إلا الفلاح والنجاح. قياس على ذلك، العقل المنطق يقول ذلك، أي نبي، أي رسول ماذا يتمنى لأمته؟ يتمنى لهم الطاعة، يتمنى لهم الهداية، يتمنى لهم الخير، مش كده برضو؟ نعم. طيب ده اللي يتمناه النبي، إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. عارف إحنا في ترتيبنا لما نقول إيه؟ ألقى الأحجار في طريق فلان، إيه رأيك؟
ألقى الشيطان الأحجار، فلان ألقى الأحجار في طريق إيه؟ فلان. طب هنا القرآن عمم، قال إيه؟ ألقى الشيطان في أمنيته. ألقى إيه يا أستاذ ملهم؟ نعم. لم يحدد. آه. في اللغة العربية حين يحذف المفعول فإنما ليفيد الشمول والعموم لكل ما يتأتى أن يلقى. أقول لك زي إيه؟ إيه ربنا ما يقول وله سبحانه وتعالى الجلال وأنه هو أضحك وأبكى. أضحك من؟ كل ما يتأتى له الإضحاك. وأبكى من؟ أبكى كل ما يتأتى له البكاء ليعبر عن طلاقة القدرة الإلهية. فهنا بين إن اللي يلقى ده متعدد ليشمل كل ما يلقى محدد. على اختلاف الأزمان والأمكان والأمكان. زمان كان فيه حاجات كده الشبهات تساق بصورة معينة، دلوقتي يبقى في ناس كده وجهاء يلقوا هذه الشبهات ويزينوا بكلام قد يخيل على غير أهل العلم. نعم. أو على البسطاء. فهذا من بلاغة القرآن، هذا من طلاقة قدرة، هذا من دلائل الإعجاز القرآني على ما يحدث. نعم. ألقى الشيطان إيه في أمنية. ألقى إيه بقى؟ ألقى كل ما يصد الناس عن هدي الله، ألقى كل ما يشكك الناس في دين الله، ألقى كل ما يعطل مسيرة أنبياء في هداية الناس. طيب إيه اللي يحصل بقى؟ دي واضحة كده؟ نعم. ألقى إيه؟ ألقى كل الوساوس والشكوك اللي تمنع الناس أن تتحقق أمنية النبي، أمنية النبي أو الرسول. نعم. واضحة لغاية كده؟ واضح المعنى. طيب يا حبيبي، ربنا يقول فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ هو المحو والإزالة. تاني، النسخ هو المحو والإزالة. نعم. يمحي الشيء ده، يزيله كأنه لم يوجد. فينسخ الله ما يلقي إيه؟ الشيطان، اللي بيلقيه الشيطان. وبرضه ربنا ما حددش هنا ما يلقي الشيطان. ليشمل كل الوجوه التي يجتهد فيها ذلك الشيطان. وطبعا لازم ننبه هنا، مش الشيطان المقصود به هنا بس، خلي بالك في لغة القرآن إبليس، لا، ويطلق أيضا على بشر يقومون بتشويه الحقائق. الشيطان إنما هو لفظ يطلق على كل من يغري غيره بالشر والفساد، كل من يزيف الحقائق ويشوهها، وبخاصة ضد الأنبياء. ربنا اللي قال، اسمع كده، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. ايه العدو ده؟ التفسير جاي اهو. شوف التفسير جاي ايه عدو؟ شياطين الانس والجن. والجن، وقدم شيطان الانس على الجن. الجن لخطورته. الله اكبر. نعم. يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. كلام كده مزين يخيل على بعض الناس. شياطين الانس. شياطين الانس، ويبقى في كلمات تحت عنوان الحريه وتحت عنوان كلام براق جدا، لكن لو وزنته على الحق الخالص في كتاب الله وفي سنن ساداتنا الانبياء لا يثبت منه شيء. طب خلي بالك معانا كده في هذه الآية، ربنا يفتح علينا وعليك ويفهمنا يا رب، يفهمنا عن ربنا. اسمع كده، فينسخ الله ما يلقي إيه؟ الشيطان. وشوف حذف المفعول به هنا، ما يلقي أيا كان اللي يلقيه. والشيطان هنا يشمل شيطان الإنس وشيطان إيه؟ الجن. طيب، ثم يحكم الله آياته. إحكام الله للآيات في قلوب المؤمنين، في سلوك المؤمنين، والله عليم حكيم. ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. خلي بالك، لما تجد نفسك بتتأثر بالدعاوى الهدامة، ها، وتجد نفسك في بغض للدين وأهل الدين، خلي بالك دي علامة، راجع قلبك فيه مرض.
ده كلام ربنا. راجع قلبك فيه مرض. إنه ممكن حد من علماء الدين يخطئ، يخطئ خطأ بشر، لكن يظل الدين ده، يظل ربنا وكلام الله عز وجل فوق الرؤوس. يعني خطأ بشر، خطأ فرد، لا نحمله الإسلام أخطأ، لا نحمله على الإسلام. الإسلام إيش كده برضو؟ طيب، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. وليعلم الذين أوتوا العلم. هنا ربنا سبحانه وتعالى دائما يردنا إلى أهل الذكر والعلم، أنه الحق من ربك فيؤمنوا به. ومن هنا يتبين لنا أن النجاة تتأتى بألا يعطي الإنسان أذنه إلا لأهل العلم والتخصص في كل مجال، أي. ويفرق بين خطأ البشر وبين قداسة الدين. جميل. وبرضو إحنا نقول لنفسنا، أي إنسان ينتسب للدعوة للعلم ينبغي ألا تتقدم قداسة الأشخاص ومكانتهم على قداسة الدين وقداسة الإسلام. كلنا بشر يخطئ ويصيب، نعم، إنما قداسة الدين ده شيء آخر، تحتاج إلى توضيح أكثر. أحتاج إلى توضيح. خلي بالك، هو سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصلت مسألة المرأة المخزومية التي سرقت، فهم بالمنطق القبلي عار على القبيلة أن تقطع يد هذه المرأة المخزومية، فاحتالوا، قالوا إحنا نذهب إلى رسول الله بأحب الناس إليه، الحب بن الحب أسامة بن زيد. نعم. فذهب إليه النبي فغضب، وكان لا يغضب صلى الله عليه وسلم لنفسه قط، لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمة من حرمات الله. وقام وصعد المنبر وقال: أيها الناس، إنما هلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هنا يبقى القانون مصحصح قوي. وإذا سرق فيهم الشريف، والشريف هنا بالمعنى الاجتماعي وليس بالمعنى الديني، يعني له مكانة اجتماعية عالية، تركوه. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت، حشاها أن تسرق، لكن هنا تعليق المستحيل بشيء محال، حتى نفهم أن ده مش ممكن يحصل، تعليق المستحيل بشيء محال. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. يعني هنا سيدنا رسول الله يعلمنا أن قيمة ومكانة الأشخاص لا تتقدم على قداسة هدي الله سبحانه، ولا الإسلام ولا القرآن ولا السنة ولا العدالة. والأزمة والطامة يوم أن يأتي في المجتمع أن مكانة الأشخاص تتقدم على المبادئ وتتقدم على الحق وتتقدم على الإسلام، هنا يبقى في خطر. نعم. فربنا بيعلمنا هنا في هذا البيان أن يكون الرجوع لأهل الذكر. من هنا يتبين لنا أن الآية التي يحتجون بها واحتج بها سلمان رشدي، يعني هذا فهم خاطئ. أمال ليه؟ ايه اللي عمل الطنطنة دي يا استاذ ملهم؟ أي. الاعلام، خلي بالك، بيبقى شيء تافه جدا، شيء بسيط جدا، وتبص لقد الآلة الاعلامية الكاذبة تقعد تتكلم عنه وفي كل حتة. وطبعا اليهود لهم آلة اعلامية في الغرب كذا، وبعدين يجيبوا الشخص ده نكاية في المسلمين يعملوا له مؤتمرات، وبعدين يتكلموا عليه على انه علامة ومفكر وفاتح، وبعدين تسدى إليه الجوائز الكبرى. ده كله من وهذا هو الإسلام، وبعدين يقول لك هذا هو الإسلام. طب تعال نرجع للحقيقة، شوف الآية،
تسمح لي نقول آية مرة تانية؟ نعم. على السريع كده. سورة الحج. سورة الحج من أول آية 52 يا أستاذ مولى. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنياته. إلا إذا تمنى. أي نبي ماذا يتمنى لأمته؟ يتمنى لأمته الخير، يتمنى لأمته الهداية، يتمنى لأمته الطاعة. ألقى الشيطان في أمنيته. الشيطان يلقي ما يعطل هذه الأمنية، ما يلقي ما يمنع تحقيق وتحقق هذه الأمنية، وأطلقها القرآن ولم يحدد ما الذي يلقيه الشيطان، ليشمل كل ما يلقى من إساءات، من شبهات، من وساوس على مر الزمان واختلاف المكان. وسبحان من هذا كلامه سبحانه وتعالى. طيب لما يحصل كده، النبي بيتمنى لأمته الهداية والطاعة والخير والرحمة والبركة، والشيطان بيلقي من الوساوس والإساءات. والشيطان هنا يشمل شياطين الإنس والجن بنص القرآن، وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. لما يحصل كده ونقول المجتمع فيه انقسام، المجتمع فيه شقاق ما بين الحق والباطل، وما بين وما بين في مثل هذه المسائل، طيب يحصل إيه؟ شوف ربنا يتدخل بقى. الهداية الربانية، الفضل الرباني، الإنقاذ الرباني، التأييد الرباني. يقول الله: فينسخ الله ما يلقي الشيطان. النسخ هو المحو والإزالة، ربنا يمحو هذه الإساءات وهذه الوساوس. يعني إيه؟ لا تؤثر. ويزداد القرآن عظمة، ويزداد القرآن تألقا كلما ازداد الهجوم عليه، ويزداد رسول الله صلى الله عليه وسلم عظمة وجلالا كلما ازداد الهجوم عليه، بل ويكسر الأتباع وتصحح الصورة الخاطئة التي يسيرها أصحاب الإساءات والافتراءات. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، وما يلقي برضه ما حددهاش اهو. ثم يحكم الله آياته. شوف النصرة جاءت من بابين، باب إن إبطال مفعول هذه الإساءات، وجانب تاني التأييد والبركة والتوفيق والإحكام لآيات الله التي جاء بها الأنبياء، فيهتدي الناس ويسلمون من هذه الإساءات وهذه الوساوس وهذا الشيطان. طب خلينا عفوا أستاذنا وحضرتك أستاذنا في اللغة، فضل. في الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم فينسخ الله ما يلقي الشيطان. هنا ألقى الشيطان، إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ثم ما يلقي الشيطان. لماذا هنا ألقى وهنا في الثانية ما يلقي الشيطان؟ حبيبي، ألقى الشيطان دائما الفعل الماضي يأتي لتأكيد الحدوث، حتى مما يحدث في المستقبل. اقتربت الساعة وانشق القمر. اقتربت الساعة، الساعة لسه جاية. لكن التعبير بالماضي يأتي لإحكام وتأكيد حدوث هذا الأمر. يعني المعاكسات الشيطانية حاصلة، يعني الإساءات والشبهات لابد وأن تحدث. ولا تسمعن من الذين أشركوا ومن الذين أوتوا الكتاب أذى كثيرة. يعني هذا سيحدث، سيحدث. هذا تأكيد من القرآن بأن المعركة بين الخير والشر، بين الحق والباطل، حتمية. نعم. لابد. تمام. فتعبر القرآن بالماضي. فينسخ الله ما يلقي الشيطان، يبين ربنا سبحانه وتعالى هنا بالمضارع الذي يفيد في هذا السياق التكرار والاستمرار، أن الشيطان ليست له محاولة واحدة. يبقى في المرة الأولى أثبت أن ذلك حادث لا محالة. طيب في الثاني يبين أن المحاولة ليست مرة واحدة ولا نوعا واحدا، مستمرة ومتنوعة. الذي يلقيه الشيطان ليس نوعا واحدا ولكن أنواع كثيرة، يأتيك من هذا الباب. فإن وجد هذا الباب، يعني
لا يفلح جاءك من هذا الباب، جاءك من هذا الباب، جاءك من هذا الباب، يبين أن المحاولات متعددة ويبين أنها مستمرة، وسبحان من هذا كلام. نعم. إذن الله سبحانه وتعالى يعني يبين ذلك، ويبين أيضا أن الشيطان لهم ليست لهم قدرة على، خلي بال حضرتك، أي على حقائق القرآن التي تتعلق بالغيب. أي الشيطان يعني ليست له قدرة على هذا الأمر. وأيضا إذا كان الشيطان بيجيب القرآن ده، فكيف تأتي آيات في القرآن، خلي بالك، تأمر وتبين وتوضح أن الشيطان عدو، أي وتأمر باجتنابه. قال تعالى إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدو. إيه؟ عدو عدو. طب يعني خلي بال حضرتك، ولما جاب مسألة الأكل آدم من الشجرة والشيطان وسوس إليه وهذه القصة، وما جاء عن الشيطان في مسائل كثيرة، لو كان الأمر من الشيطان والوحي من الشيطان فكيف يأتي بآيات ضد الشيطان؟ نعم، لا لا يمكن عقله. طيب أيضا في جزئية مهمة دكتور محمد، بعد ما استمعنا للآيات اللي حضرتك ألقيتها الآن وهي في سورة الحج، وهذه الآيات بتعد نموذجا لبيان عناصر هذا النف، في جزئية من الثابت أن الشيطان لا يستطيع أن يتمثل في صورة النبي، والنبي بشر، فهو من باب أولى لا يستطيع أن يتمثل في صورة ملك. نعم. ومع ذلك قول صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. شوف، بورك فيك حبيبي، الله يكرم. إن النبي صرح أن الشيطان لا يتمثل به، أي فإن كان الشيطان لا يستطيع أن يتمثل بنبي فكيف يتمثل بملك؟ يعني العقل يرفض ذلك. أي إن كان عجز الشيطان عن أن يتمثل ببشر الرسول فكيف له أن يتمثل بملك؟ هذا يبين أن هذه الأمور إنما أمور. أيضا يعني عصمة النبي من الشيطان، كيف يكون النبي معصوم من الشيطان ثم يقولون إن ده جاء عن طريق شيطان، الوحي جاء عن طريق شيطان وليس له ربنا؟ ده ربنا بين، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. طب فما بالك بالأنبياء؟ ما هو في قمة المخلص وأئمة المخلصين، المخلص غير المخلص. المخلص يا أستاذ ملهم، نعم، من يسعى اجتهادا بالعبادة والتقرب إلى الله ليصل إلى درجة الإخلاص، في قلبه إخلاص، لا يبغي إلا وجه الله عز وجل. أما المخلص اسم مفعول، معناه أنه اصطفاء من الله، أن الله هو الذي خلصه، يعني مسألة مش كسبية، ده اصطفاء من الله سبحانه وتعالى. وفي قمة من اصطفاهم الله، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. جميل. ساداتنا الأنبياء. ساداتنا الأنبياء. الأمر الذي يرد بعد ذلك إن القرآن جاء بما يبطل مسألة: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. فلو كان هذا الوحي من الشيطان فكيف يأتي هذا البيان للاستعاذة والحماية والملاذ الذي يمنع هذا الأمر؟ وهنا أيضا أمر مهم جدا دكتور داود، يعني تحدى الله عز وجل بالقرآن الإنس والجن جميعا، نعم، فعجزوا عن الإتيان بمثله، نعم، كل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أحسن. كيف ينسب القرآن إلى الجن؟ كيف ينسب القرآن إلى الجن وهم لا يستطيعون الإتيان بمثله؟ وكان بقى كانوا حلوا المشكلة ديت للناس العرب وأبطلوا حجة هذه الرسالة وهذا النبي وهذا الدين، لكن كان العجز واضحا والتحدي دائم ومستمر، وما أتى أحد بمثل القرآن، وما استطاع أحد إلى الآن أن يشكك في القرآن، يعني هو يحاول التشكيك
لكن بنقول ما استطاع أن يشكك، بمعنى أنه لم يصل إلى هدفه ولم يتحقق له غرضه، بل كلما ازداد التشكيك وازدادت الإساءات ازداد القرآن عظمة وازداد القرآن تألقا، فسبحان من هذا طب كلامه. ممكن حد يقول أيضا شيخنا ممن يتابعنا أن القرآن الكريم ورد فيه تعرض الشيطان لبعض الأنبياء في أجسامهم ببعض الأذى، نعم، وعلى خاطرهم بالوسواس مع عصمة الله عز وجل لهم بعدم تمكن الشيطان من إغوائهم، نعم، أو إلحاق ضرر بهم يضر بالدين. دايما بارك الله فيك، دايما نؤكد كثيرا على أن العصمة إنما تتعلق بتبليغ الرسالة. تاني، العصمة تتعلق عند سيدنا رسول الله وعند كل الأنبياء بتبليغ الرسالة، وإلا فالأنبياء بشر يحدث لهم ما يحدث للبشر في هذا الجانب، من مثلا يحدث لهم مرض، يحدث لهم شعور بالحرارة، يحدث لهم شعور بالبرد، إلى آخر هذه الأمور. أيوه. فالأمر الذي عصم الله منه ساداتنا الأنبياء هو الأمر المتعلق بتبليغ الرسالة، بتبليغ الدعوة. أي. لأنها هي المتعلقة بوحي الله سبحانه، هي المتعلقة بالوحي، خدت بال حضرتك؟ أي. ما سوى ذلك يمكن أن يحدث أي إساءة أو محاولات من الأمور التي قد ترد أو تحدث، أو حدثنا القرآن الكريم وحدثتنا السنة عن أمور منها. طيب، أنا عايز أقول في أمر من الأمور التي تلي هذه المسألة، طب ليه لو كان الشيطان ليه خص محمد؟ طيب يعني ليه خص محمد صلى الله عليه وسلم مع أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب؟ ليه ما ادهوش لحد من الأحبار الموجودين؟ وده كان هيسهل المهمة، لأن ليه رصيد بين الناس ان ممكن تبقى فيه النبوة بحسب ما اتيح لعقولهم وقبليتهم ونحو ذلك. ما اختارش راجل عظيم من القريتين ليه؟ عشان ما يقولوش لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. لماذا اختار محمدا؟ وهذا يدل على ان هذا الاختيار انما هو اصطفاء من الله عز وجل. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، وليس للشيطان عليه سبيل أبدا. طبعا معروف أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة مكنه الله من إبليس ومن جنود إبليس، كمان مكنه الله منهم، فكما عصمه من الناس عصمه من هؤلاء الجن. ومن ذلك الحديث المشهور بأن ذلك العفريت التي ظهر لرسول الله، فأحب النبي أن يقيده في سارية من سواري المسجد، في عمود من أعمدة المسجد، نعم. فلما تذكر أخاه سليمان ودعوته ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، تركه وانصرف وعصمه الله منه. فقد مكن الله رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى من القرين اللي هو الجن المصاحب لكل إنسان، ما من أحد إلا وله قرين. قالوا حتى أنت يا رسول الله؟ قال حتى أنا، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. فلا يأمر إلا بخير، أو فلا يأتي إلا بخير، كلاهما وارد. إذن مسألة الشيطان دي مسألة أكذوبة، ومسألة تجعل العقلاء يعني يبتسمون أمامها، لأنها حيلة ساقطة وضعيفة في مولدها وفي مكانها، لا يمكن أن يقبلها عاقل من العقلاء. جميل. وممكن أيضا يعني نتطرق في هذه الشبهة دكتور علشان نختمها، وبعد كده نقول الخلاصة فيها بإذن الله رب العالمين، أن تفريق هؤلاء الطاعنين بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأنبياء وبين غير الأنبياء، نعم، والبشارة بسيدنا النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ليس بدعا بين إخوانه الأنبياء في أن له وحي، وهذا الوحي من الله، ربانية الوحي، الدين وحي من الله سبحانه وتعالى. وبذلك يعني الخلاصة أن التاريخ والحقائق تؤكد أن الاتصال كان بين ذات سيدنا جبريل وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنبي كان معروفا بين قومه
بالصادق الأمين بالصادق الأمين، وعاش معهم 40 عاما قبل الدعوة. أيوة. وهم يعلمونه أنه الصادق الأمين. الأدلة العقلية تبين أن الوحي مصدره هذه الربانية، الله سبحانه وتعالى وليس الشيطان، لأن الشيطان لا تتفق هذه المقولات مع الغيب الكثير الذي في القرآن، ولا يعلم الغيب إلا الله عن أمور القيامة والملائكة ونحو ذلك. الأمر الثاني أن الشياطين من طبيعتهم الإفساد والإضلال للناس، بينما يدعو القرآن للهداية وللخير وللرحمة. الله تبارك وتعالى تحدى الإنس والجن بالقرآن الكريم، فلو كان من عند الشيطان كانوا يعني علموا وفكوا المشكلة ديت وأبطلوا هذا الدين وتغلبوا على هذا النبي في مهده في البداية. الأمر أن لماذا لم يخص الشيطان أحدا من عظماء العرب حتى لا يحتج الناس على رسول الله صلى الله عليه وسلم، واختار رجلا من أحد الرهبان أو المتعلمين حتى يقبله الناس بسهولة، يختار رجلا أميا؟ لماذا؟ إن هذا الاختيار إنما كان من الله، إنه اصطفاء من الله سبحانه وتعالى وليس من هذا القبيل. أيضا يعني هذه المسائل كلها إنما تبين أن التشكيك في مصدر الوحي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يؤمنون بأن هنالك وحي عند الأنبياء الآخرين ويأتون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا يعني التشكيك في الأمور التي لا يقبلها الإنسان والإساءة إليها بصورة غير عقلية. لكن في النهاية لا يصح إلا الصحيح والحق أبلش. جميل، ربنا يبارك فيك دكتور. يبقى إذن مشاهدينا الكرام، إحنا ردينا على الشبهة، شبهة الزعم أن الشيطان هو مصدر الوحي المحمدي. هنقول وبعد كلام أستاذ الجليل أيضا نقول بعض الأمور السريعة فيها بإذن الله رب العالمين، وننتقل إلى شبهة أخرى وشبهة مهمة جدا. الزعم أن الوحي المحمدي كان نتيجة تأثره صلى الله عليه وسلم بالحنفاء والرهبان. شبهة خطيرة، شبهة مهمة جدا، شبهة فيها كلام كثير ويحتاج إلى تدبر وإلى تفكر، ولكن بعد الفاصل مشاهدينا الكرام.